جوبر ومحيط جوبر. ما يسمع خلفي الآن هو رصاص واحتفالات رجال الجيش العربي السوري. جميع النقاط التي حاول الإرهابيون دخولها الآن هي تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن سيطرة الجيش العربي السوري على جميع النقاط التي حاول الإرهابيون التسلل إليها على أطراف جوبر. بتوجيه من الرئيس الأسد، الهلال يزور عددا من النقاط والوحدات العسكرية العاملة في مدينة دير الزور. الجعفري يقول عقب جلسة محادثات مع ديمستورا ركزنا على موضوع مكافحة الإرهاب. حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية نقدمها لكم من دمشق. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن سيطرة الجيش العربي السوري على المناطق التي حاول الإرهابيون التسلل إليها في أطراف جوبر. صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، استعادت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها إرهابي جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في منطقة المعامل شمال جوبر. وتتابع وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري مطاردة فلول الإرهابيين المندحرة في عمق جوبر، وتوقع في صفوفها خسائر كبيرة في العديد والعتاد. كما تقوم وحدات الهندسة بتفكيك وإزالة المفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في معمل الغزل والمنطقة المحيطة به. لقد شكلت منطقة المعامل خلال 48 ساعة الماضية مقبرة لموجات متتالية من الإرهابيين قتل فيها المئات منهم. إن نجاح قواتنا المسلحة في سحق الموجات المتتالية من الإرهابيين في منطقة المعامل شمال جوبر يؤكد حماقتهم من جهة، وإصرار مشغليهم ورعاتهم على استخدامهم كوقود ودفعهم للانتحار خدمة لأجنداتهم وأهدافهم من جهة أخرى. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تجدد عهدها لأبناء شعبنا الأبي أنها ستبقى الحصن المنيع الذي يصون سوريا ويحمي ترابها الطاهر، تؤكد عزمها على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية. دمشق في 24 من شهر آذار لعام 2017. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. ونبقى مع هذه المشاهد الأولى لدخول وحدات الاقتحام معامل الغزل والمنطقة المحيطة بها شمال جوبر. Thank you.
ما حققه الجيش العربي السوري في محيط جبر هو موضع فخر السوريين واعتزازهم، حيث عبروا عن فرحتهم لانتصارات الجيش وسحقه للإرهابيين. الجيش العربي السوري الله يديمه فخرا وعزا لنا لوطننا العربي السوري. تحية للجيش العربي السوري ونحن معهم، ندعي له بالنصر والثبات، وهو على حق والنصر حليفه لأنه يقاتل من أجل مبادئ وخير ومصلحة هذا الشعب، فندعي له بالنصر وإن شاء الله منتصرون لأنه أصحاب الأرض وأصحاب الحق. بدي أحيي الجيش العربي السوري تحية كبيرة، يعني أي كلمة الواحد بدي يحكيها بحق الجيش العربي السوري عم يقاتل ليحمينا ويحمي عرضنا وشرفنا وأرضنا، يعني أي كلمة بتعجز أنك تقولها، بس تحية كبيرة لألون والله يحميهم إلهي وينصر الجيش. الله يحمي الجيش العربي السوري ويرحم شهدائنا ويشفي الجرحى ويخلينا السيد الرئيس بشار الأسد، وإن شاء الله من انتصار لانتصار أكبر. ولا رح يقربوا على الشام بشعره مثل ما بيقولوا بهمة الجيش العربي السوري، والله يخلينا الجيش ويحمينا إياه يا رب، ويخلينا قائدنا ويحمي هالبلد يا رب بجاه الحبيب محمد. ما في شيء بيخوفنا، وهي المسلحين أكيد ما بتخوفنا ولا من هابة، وإحنا شعب بنحب الحياة وشعب تعود على يعني تعودنا هالبلد هاي انه نعطيها محبتنا مشان تعطينا اكثر، وما راح يهزونا ولا راح يلينوا من عزيمتنا باذن الله رب العالمين بهمه الجيش والجيش العربي السوري. بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، قام الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال بزيارة عدد من النقاط والوحدات العسكرية العاملة في مدينة دير الزور. بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، قام الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال بزيارة إلى عدد من النقاط والوحدات العسكرية العاملة في مدينة دير الزور. وأكد الهلال فخر كل أبناء سوريا بما يحققه الجيش العربي السوري من انتصارات على كامل جغرافيا القطر عموما وفي دير الزور خصوصا، التي استماتت التنظيمات الإرهابية جميعها على إسقاطها لكنها باءت بالفشل بفضل بواسل الجيش. نحن موجودين بيناتكم اليوم لننقلكم تحية ومحبة قائد هذا الوطن، القائد الذي نرفع رؤوسنا عاليا به، القائد الذي جعل لسوريا اسم ورقم صعب في المعادلة الدولية، القائد السيد رئيس بشار الأسد. محملني محبته وتقديره لكل فرد فيكم، من الجندي البطل الذي رأيته الآن بأم العين، كيف أنه بكل يقظة وبكل حيطة يجعل هؤلاء يخافون أن يرفعوا رؤوسهم ويسحقوا تحت أقدامه. وأشار الهلال إلى أن مدينة دير الزور صمدت في مواجهة الإرهاب بفضل أبطال الجيش العربي السوري عبر تضحياتهم ويقظتهم وجاهزيتهم التامة، مبينا أن ما ألحقه الجيش العربي السوري في دير الزور وحدها من خسائر في صفوف داعش وأخواتها يفوق أضعاف ما حققه ما يسمى التحالف الدولي. كما قام الأمين القطري المساعد بزيارة إلى المشفى العسكري ومشفى الأسد، طلع خلالها على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أكد خلال الزيارة أن دماء الشهداء كانت العامل الأقوى في صمود هذه المدينة، وأن جراحهم هي البلسم الذي يداوي جراح الوطن. انتم خليتم سوريا تنتصر والان ان شاء الله دير الزور تنتصر. منصورين ان شاء الله منصورين. الله يخليك. نحن دائما على العهد. الله يخليك. مهما صار.
وارواحنا كلها في دا سوريا. اليوم جاهزين انتم هالساعتين اذا يجينا اسعاف خلال نص ساعه يكون طبق المحور مقلع. واطلع الهلال على الواقع المعيشي في مدينه دير الزور من خلال جوله خدميه في الاسواق، التقى خلالها بالاهالي واستمع منهم الى معاناتهم وللواقع الذي يعيشونه. وتفقد الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال سير العمل في مخبز الكرامة الاحتياطية، واطلع على جودة الرغيف المنتج المقدم للمواطنين. إلى ذلك تم الاحتفال بتخريج 150 متطوعة من كتيبة الخنساء بريف القامشلي. التقرير التالي والتفاصيل. بحضور الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال والدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية واللواء جايز الموسى محافظ الحسكة والمهندس سليمان ناصر أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الحسكة، تم الاحتفال بتخريج 150 متطوعة من كتيبة الخنساء بريف القامشلي. الأمين القطري المساعد نقل محبة وتقدير الرئيس بشار الأسد إلى أهالي الحسكة واستعرض الأحداث على الساحة العامة الدولية والإقليمية. انظروا حولكم في سوريا الآن، سوف تروا آلاف الخنساوات وليست خنساء واحدة التي قدمت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ولم يبقى لها إلا أن تقدم نفسها وهي جاهزة لأن تقدم نفسها. ها هي وهؤلاء هم نساء سوريا الأشاوس، ها هؤلاء هم نساء سوريا الأبطال. هاي الدورة هي لمجموعة من الرفيقات من نساء وبنات ونساء محافظة الحسكة القرى الريفية، منقوم بعملية تأهيل تيكونوا رديف للجيش والقوات المسلحة. هاي هي وظيفتهم الأساسية، ضمن حقولهم بيوتهم وأراضيهم للدفاع عنها ضد من يحاول اغتصاب هذه الأرض. منذ بداية الأزمة أثبتت المرأة السورية القدرة العالية على الصبر والتحمل، واليوم أبت المرأة السورية إلا أن تكون في نفس الخندق مع الرجل، فتستحق أن يطلق عليها اسم خنساء هذا العصر. اليوم نحن جينا لمحافظة الحسكة لنتكرم ونكرم خنساوات سوريا، ومنقول نحن حتى الأطفال وحتى السيدات رح تدافع عن أرض سوريا ضد الإرهاب، وسوريا باقية إلى الأبد، ورح ندحر الإرهاب من كل من أقصى سوريا إلى جنوب سوريا. احنا قمنا كعشيرة الغنامة بتخريج دورة جديدة للخنساوات، وهي الدورة الأولى على مستوى محافظة الحسكة، فقمنا بتكريم هذا الفريق الذي قدم الكثير للجيش وللوطن ولكل إنسان شريف بهذا البلد. ما في فرق بين الشام والحسكة والقامشلي ودرعا وحمص، كلياتنا مجموعة واحدة إيد بإيد راح نكون جنب الجيش كل واحد بدوره لنأكد على هويتنا السورية اللي ما بتتغير. نحن موجودين والله ينصر الجيش. لقد تم تخريج 150 مقاتلة من خنساوات سوريا لأنها المرأة العربية كما عدناها سابقا كانت وما زالت وستبقى جنبا إلى جنب تقاتل مع الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية أينما وجدت. هذا المشروع الوطني فصيل خنساوات سوريا كانت الانطلاقة نحو تعزيز وتمكين المرأة، تمكين قدراتها، نحو تحقيق الحالة الوطنية الأسمى والأرقى ألا وهي الدفاع عن الوطن. الحفل تضمن تقديم بيان عملي عن التدريبات في القتال والرمي من قبل الخريجات اللواتي كرمن من قبل رجال الأعمال. المتدربات عبرن عن سعادتهن بهذه الفرصة التي كانت لهن بمثابة وسام الشرف للالتحاق بالفيلق الخامس. في هذا اليوم المبارك قمنا بتخريج دورة خنساوات سورية تحت رعاية الرفيق هلال هلال أمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهذان الخنساوات أبن أن يكون في الصف الأول للجيش والقوات المسلحة في معركة الشرف والكرامة التي تخوضها سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. جئنا هنا لنؤازر الجيش العربي السوري ولنعبر عن حبنا للوطن ولقائد الوطن الدكتور بشار الأسد. جيت اليوم لدافع عن الوطن لأن الوطن يستاهل تضحيات كثيرة، فلما ندافع لما نحن البنات عم ندافع عن الوطن نحس عم نبني هالوطن وعم
نبني أشياء كتير حلوة فيه، لأنه يستاهل، لأنه هو اللي ربانا، هو اللي عطانا الخير والعطاء من هالوطن. منذ عصر زنوبيا إلى عصر الخنساء كانت خنساوات القامش لليوم سندا للجيش العربي السوري في تحرير الإرهاب. من مدينة القامشلي قرية حامو للإخبارية السورية محمد الصغير. وبشأن التطورات الميدانية في ريف حما، مراسل الإخبارية علي شحوت كان قد وافانا بالرسالة التالية. الجيش العربي السوري في ريف حماه يتصدى للجماعات الإرهابية المسلحة والمنضوية تحت جبهة النصرة والمتحالفة معها، حيث قامت هذه الجماعات منذ أيام بالهجوم على عدد من النقاط والمواقع في ريف حماه الشمالي. الجيش العربي السوري قام باستيعاب الهجوم وكذلك قام بالتصدي لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة وتكبير بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث قام بالتصدي لهم من عدة محاور، من محور كوكب وكذلك أيضا محور خطاب والمحور الغربي، ودمر لهم سعد عربات مفخخة كان يقودها انتحاريين، وكذلك قام بإسقاط عدد من طائرات الاستطلاع وتدمير عدد من السيارات المزودة برشاشات ثقيلة وكذلك العربات المدرعة وناقلات الجند. الجيش العربي السوري قام بالقضاء على عشرات الإرهابيين المهاجمين من عدة محاور وتم مقتلهم جميعا باعترافيات التنسيقيات التي تقوم بالدعاية لهذا الهجوم. أيضا الجيش العربي السوري قام بعد أن قام باستيعاب هذا الهجوم والتصدي لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة، يقوم الآن باستهداف مركز لمواقع هذه الجماعات الإرهابية المسلحة لكل من مقرهم في ريف حماة الشمالي وكذلك مراكز السيطرة وأيضا مستودعاتهم وأيضا خطوط الإمداد التي تقوم بتأمين الذخيرة لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة. خلال الساعات القليلة القادمة والأيام القادمة إن شاء الله ستشهد أخبار سارة للمواطنين، والجيش العربي السوري قام باستيعابهم عدة مرات في هجمات سابقة لهم في ريف حماة الشمالي وكبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح واستعاد جميع المناطق التي تقدموا إليها. يسمع الآن من جوبر ومحيط جوبر، ما يسمع خلفي الآن هو رصاص واحتفالات رجال الجيش العربي السوري. جميع النقاط التي حاول الإرهابيون دخولها الآن هي تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. ومع بدء الجولة الخامسة من محادثات جنيف، أكد الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع ديمستورا أن هذه الجولة ستبدأ بمناقشة مكافحة الإرهاب كأولوية. مكافحة الإرهاب والتصعيد الإرهابي على جبهتي دمشق وريف حماة الشمالي تحت زعامة جبهة النصرة بأوامر من مشغليها في السعودية وقطر وتركيا. تلك التطورات تصدرت محادثات جنيف 5 التي انطلقت بلقاء جمع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا مع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري، الذي أكد في مؤتمر صحفي بعد اللقاء أن هدف التصعيد تقويض مساري أستانا وجنيف. عندما تسمع تصريحات من، لا أريد أن أذكر أسماء، من مجموعة الرياض لهذا الشخص أو ذاك يؤيدون ما يحدث من إرهاب في شرق دمشق وريف حماة ويدعون علنا للتحالف مع جبهة النصرة ويثنون على ما تقوم به من إرهاب، فهذا يعني أنهم إرهابيون بموجب تعريف قرار مجلس الأمن، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الدكتور بشار الجعفري أكد أن الاجتماع مع ديمستورا تضمن أيضا تقييم مساري جنيف وأستانا والجهود المبذولة لتثبيت وقف الأعمال القتالية، مشيرا إلى اعتراض حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على 3 مشاريع قرارات قدمتها روسيا إلى مجلس الأمن لإدانة الهجمات الإرهابية في حمص ودمشق. وحول جدول أعمال المحادثات خلال الجولة الحالية أكد الجعفري
أن وفد الجمهورية العربية السورية طرح مسألة التصعيد على ديمستورا والأطراف الأخرى لاستيضاح مواقفهم، وأنه سيجري مناقشة الإرهاب كأولوية. جدول الأعمال يتضمن 4 سلات كما تعرفون. The agenda has 4 baskets, as you know. وهذه السلات يتم التعامل معها بالتوازي. These 4 baskets will be taken up in parallel. بمعنى أنها متساوية القيمة. Which means that they are equal in value. ويمكننا أن نبدأ بشكل عملي بأي سلة من السلات الأربعة. In practice, we can start with any one of these 4 baskets. ولكن التطورات التي تحدث على الأرض والتي أفضت في شرحها في مقدمة حديثي. But the developments on the ground, which I have explained fully in the beginning of my talk. تستدعي أو استدعت أن نبدأ غدا بسلة مكافحة الإرهاب. وحول الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، أكد الدكتور الجعفري أن أي وجود هو غير شرعي من دون موافقة الحكومة السورية، وأنه لا يمكن لأحد أن يدعي محاربة الإرهاب دون التنسيق مع الحكومة السورية. نحن نرحب بأي طرف يريد أن يكافح الإرهاب بشكل نزيه وموضوعي بالتنسيق مع الحكومة السورية. محاربة الإرهاب لا تتم عبر إنشاء دكاكين لمحاربة داعش والتعاون مع الجيش العربي السوري. الموقف البناء والإيجابي الذي تتخذه الحكومة السورية من محادثات جنيف 5 والتناغم بين دمشق وموسكو وطهران في تقييم التصعيد الإرهابي الأخير ضد المدنيين على أنه يهدف لتقويض اتفاق وقف الأعمال القتالية هو ما جعل قضية مكافحة الإرهاب تشكل أولوية. وخلال مؤتمر صحفي قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا، قال: ركزنا في اجتماعنا مع وفد الجمهورية العربية السورية على التطورات الأمنية الأخيرة، وسنلتقي الوفد مجددا غدا في 11 صباحا. وأضاف ديمستورا: كان هناك اقتراحات لإعادة إمساك الأمور، وتطرقنا إلى جوهر المحادثات وليس جدول الأعمال. وأكد وفد الجمهورية العربية السورية استعداده لمناقشة كل السلات. وأوضح ديمستورا أنه على الرغم من عدم وجود نتائج إيجابية تماما في اجتماع أستانا الأخير والعمليات العسكرية الأخيرة، فهناك إجماع على المضي بالمحادثات في جنيف. وأشار إلى أن أجندة المحادثات في جنيف متفق عليها، كما تحظى بدعم مجلس الأمن، وأن جميع المشاركين اتفقوا على أنه يجدر بنا الوجود في جنيف، ولم يهدد أحد منهم بالانسحاب. أرن إسماعيل من القناة الإخبارية السورية. سيد ديمستورا، التصعيد الذي تشهده عدد من الجبهات السورية اليوم من دمشق إلى حماة قامت به جبهة النصرة وعدد من المجموعات الإرهابية التي كانت قد شاركت في اجتماعات أستنا. قلت حضرتك بأنك زرت بعض دول الإقليم وتحديدا تركيا التي كانت ضامنة لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة، وتبحثتم بموضوع الضمانة. سيد ديمستورا، ما الضمانات التي قدمتها هذه الدولة لإنجاح هذه الجولة من جنيف؟ طبعا ستمليها على الفصائل المنضوية تحتها أو التي هي داعمة لها، وكيف يمكن أن تثقون بهذه الدولة إذا كانت أكثر من مرة فصائلها خرقت القرارات؟ Let me say one thing. I mean it when I said it, and I would repeat it. For us, Astana process is very important. I would have few comments. اسمحوا لي أن أقول أمرا سبق أن ذكرته. بالنسبة إلينا، مسار أستانا بالغ الأهمية. Because it has been able so far to actually establish quite a ceasefire, not a complete one. We knew it. It was going to be difficult, but quite a ceasefire. لأن مسار أستانا تمكن من التوصل إلى وقف إطلاق نار، وقف إطلاق نار رغم أنه ليس بكامل ولكنه يبقى وقفا لإطلاق النار. We always knew that as last year, every time we have a ceasefire that has been taking place, those who are not part of it, like al-Nusra, can be a major spoiler.
ولكن لطالما عرفنا منذ العام الماضي وما قبل أنه كلما توصلنا إلى وقف إطلاق النار الأطراف التي لم تنضم إليه كالنصرة يمكن أن تفسد وقف إطلاق النار. Having said that, I'm counting in fact on the two co-sponsors which have become three and actually more than sponsors, guarantors of the Astana ceasefire to reconnect quickly in order to deliver what we were all expecting them to deliver, a credible ceasefire. And I'm convinced that we will be going back to that because there is no other alternative, and B, because to me, they appear to be sincerely trying to do so. Remember, in December. أنا أعتمد على اثنين من الأطراف الرعاة لمسار أستانا، بل ثلاثة من الجهات الراعية، لا بل أيضا الضامنة لمسار أستانا ووقف إطلاق النار، لكي تتوصل هذه الأطراف الراعية إلى نوع من وقف إطلاق نار ذات مصداقية. وأنا مقتنع أننا سنتوصل إلى ذلك لسببين: أولا لأنه ليس لدينا من خيار آخر، وثانيا لأنهم يبدو أنهم جديين فعلا في التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا. جنيف بمسخاته الأربعة الماضية مر بكثير من التقلبات بسبب تعطيل الدول الداعمة للإرهاب لهذه الجولات، لكن المنتظر من جنيف بنسخته الخامسة أن يبحث ملف مكافحة الإرهاب، وذلك بالتوازي مع الملفات الثلاث الأخرى التي تم الاتفاق عليها. أهلا بكم. مع انطلاق جولة محادثات جنيف خمسة تظهر تساؤلات عدة تتعلق بما آلت إليه الجولة السابقة وإمكانية الالتزام بما أسفرت عنه محادثات جنيف أربعة. الجولة السابقة انتهت إلى الاتفاق على مناقشة أربع سلات في جنيف خمسة لتكون أساسا للمحادثات ومنطلقا للحوار السوري السوري. مع ختام الجولة السابقة قال الدكتور بشار الجعفري إن اللاورقة التي تم تداولها تتضمن 12 بندا وقد أبدينا ملاحظات عليها. الجعفري أضاف أننا نوافق على جدول الأعمال وسنعمل مع ديمستورا وكل الأطراف لإنجاح الجدول، مشيرا إلى أن النقاش في الجولة القادمة سيتركز حول نقاط أربعة هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. وفي الثامن من آذار دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأطراف المشاركة في المحادثات السورية إلى جولة خامسة في جنيف في 23 آذار، وحث دي ميستورا الأطراف المشاركة على القدوم إلى جنيف قبل موعد المحادثات بيوم، مشددا على أن المحادثات في جنيف خمسة لن تكون مباشرة. وطالب المبعوث الأممي الأطراف المشاركة في أستانا والجهات الراعية لها إلى تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا. إذن ينتظر من جنيف بنسخته الخامسة أن يبحث ملف مكافحة الإرهاب بالتوازي مع الملفات الثلاث الأخرى التي تم الاتفاق عليها. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن سيطرة الجيش العربي السوري على جميع النقاط التي حاول الإرهابيون التسلل إليها على أطراف جوبر. وبتوجيه من الرئيس الأسد الهلال يزور عددا من النقاط والوحدات العسكرية العاملة في مدينة دير الزور. والجعفري يقول عقب جلسة محادثات مع ديمستورا ركزنا على موضوع مكافحة الإرهاب. ختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، بأمان الله.